مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج ديوان الصحافة. كالعادة راح نأخذكم بجولة معتادة بأهم وأبرز عناوين وصحفنا، عناوين جرائدنا وصحفنا المحلية ليوم الأحد. يعني العودة اليوم، بدأت الأحداث شوي تتوالى بعد الإجازات وبعد يعني العطلة الطويلة، ومتوقع يعني أن مجلس الأمة سيعقد جلسة يوم 4/3 وهي يوم الثلاثاء المقبل، وهذه الجلسة يعني راح تحرك المياه الراكدة. شهر 2 تقريبا كان أغلبه يعني عطل ما بين إجازة نص السنة، وكذلك يعني احتفالات الوطنية، ومجلس الأمة ما شاء الله يعني أعضاء مجلس الأمة منقصين كانوا محتفلين، واحتفالهم استمر لمدة شهر كامل، لم يعني تعقد أي جلسة، ويمكن حتى اللجان البرلمانية كلها تعطلت ولا يوجد فيها نصب. عموما الحراك السياسي عاد من جديد، واليوم راح نشوف يعني من خلال العناوين والأخبار الحديث حول الجلسة المقبلة بين النواب، بدأوا يعني يعيدون مسلسل وموضوع علاوة الأولاد والصراع مع الحكومة وبعض يعني المطالبات في قضايا كثيرة تتعلق في الجلسة المقبلة. اليوم النواب بدأوا يحركون هذا الموضوع، وحديث صحفنا كل اليوم تقريبا يشير إلى هذه الجلسة. هذه تقريبا اليوم مشاهدي الكرام يعني بدايات الحديث والتغطية الكبيرة اليوم من صحفنا حول هذا الموضوع. هناك طبعا الكثير من العناوين الأخرى لا زالت متنوعة متعددة، لكن واضح من يوم يعني الغد راح نشوف، راح تعود من جديد أحداث وأخبار المجلس والحكومة والتصريحات والسجالات، وخصوصا أن هناك جلسة خلال الأسبوع المقبل. هذا مشاهد الكرام يعني باختصار لأهم ما طلعتنا به أو اهتمت به صحفنا المحلي، وإلا هناك يعني كما قلت لكم كثير من العناوين الأخرى متنوعة راح نناقشها وراح نشوفها كالعادة وراح نحللها بإذن الله تعالى. يشاركنا كالعادة الأخ محمد العجمي بتحليل وقراءة صحفنا المحلية. حياك الله أخ محمد. حياك الله محمد، وكذلك نرحب بمشاهدين الذين انضموا إلينا في هذه الفقرة التي يمكن أخذنا استراحة على مدى 3 أيام أو 5 أيام، يمكن كانت هدوء في مانشيتات الصحف، فلم يكن هناك وجبة لهذه الصحف في هذه العطلة إلا على أهازيج يعني الاحتفالات وما دار في الاحتفالات. يعني هنالك أشياء يعني لا نراها أن تكون تتواجد في هذه الاحتفالات، لكن نتمنى أن تكون الأيام أو السنوات المقبلة تكون هناك تنظيمات أحسن مما نراه في الأيام الفائتة. صحفنا اليوم بدأت تركز على ما هي الخلافات وما هي الصدامات بين السلطتين، وقضية يعني الحضور للجان بما يعني الكل بما يحمله في جعبته من يعني التفاوض السياسي أو المناورات السياسية، والتي ستكون مع بدايتها يوم الأحد غدا عن علاوة الأولاد وبدل الأجر. وأعتقد يمكن هذا سيكون المهيمن على أعداد الصحف حول ما سيدور في اللجنة المالية. مشاهدينا الآن سنذهب إلى عناوين صحفنا ونبدأ بجريدة الشاهد ليوم الأحد ونشوف عناوينها. الشاهد ليوم الأحد عنوانها: الداخلية ترفض الكش عن الإخوان المطلوبين للإمارات بحجة أن إفشاء الأسرار الأمنية يمس المصالح العليا للبلاد. متنفذون وتجار الغرفة أمروا نوابا بتعديل قوانين الاستحواذ على الكويتية تقييما حدر من 700 مليون دينار إلى 220 مليون. زيارة كيري للكويت فتحت شهية الشركات للتعاقد مع بوينغ. عنوان آخر: بطاقة ممغنطة تتيح للبدون التوظيف وإنهاء المعاملات يحصلون بموجبها على جواز سفر ورخصة قيادة مدتها 3 سنوات ولهم أولوية بالتجنيس. طلب تفسير المادة 71 إلى الدستورية دربه خضر، توقعات بموافقة الحكومة في ظل تأييد الأغلبية النيابية. نواب يهددون مجددا باستجواب الإبراهيم في حال لم تنفذ التوصيات التي وافق عليها المجلس بالإجماع. هيئة حماية المستهلك أمام التشريعية اليوم: الحمدان الفكرة جيدة وخالية من الشبهات. الفنادق على حافة الإفلاس بسبب تعسف البلدية، 35 مستثمرا هربوا بمليار دينار بمباركة التجار. لجنة الشباب لا علاقة للصحية بتعديل مرسوم الهيئات الرياضية، طالبت بإعادته للمزيد من الدراسة.
ثلاث رسائل سيناقشها النواب: قانون الأحداث والمدن الحدودية وتغيير مواعيد الجلسات الثلاث والنقل العام تدري زيادة الرواتب، وأخيرا 47 معاملة من بلدية استثنيت من دون مستندات كشفها تقرير صادر عن قطاع الرقابة والتفتيش. هذه تقريبا أبرز عناوين جريدة الشاهد. أخ محمد، الشاهد تقول: طلب تفسير المادة 71 كشفت مصادر بأن الحكومة ستوافق على الطلب اللي تقدم فيه يعقوب الصانع، وهي المادة 71 من الدستور لتفسيرها عن طريق المحكمة الدستورية، واللي تتعلق طبعا بمراسيم الضرورة. ما هو الهدف؟ يعني لاحظنا الفترة الأخيرة يمكن النائب بالذات يعقوب الصانع مركز على طلب تفسير المادة 71، لماذا هذا الطلب والإصرار من النائب يعقوب الصانع، وما يعني الهدف المرجو من هذا التفسير؟ أنا أعتقد أبو محمد بأن قضية إبطال المجلس لم تكن يعني أمرا سهل لدى أي شخص، يعني فما بالك شخص قانوني أو شخص مشرع أسوة بهؤلاء النواب. عندما يعني أبطل المجلس فكان هنالك إبطال مراسيم الذي على ضوئها أبطل المجلس، وهذا اللي يمكن الوقت الحاضر اللي الناس كان تفكر فيه، لماذا لا يكون هناك تفسير لهذه المادة والتي لم تقدم؟ والكل يعلم بأن المحكمة الدستورية تختص في جزئتين: الطعون الانتخابية وكذلك تفسير المواد. فإذا قدمت الطلب فتفسر لمرة واحدة في 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 يعني ما يرفع عليها من المحكمة الدستورية، فتذكر الأسباب وتذكر فيه بعض القضايا المهمة. فبالتالي أعتقد أبو محمد بأن ما يدور في الوقت الحالي حول قضية المادة 71 من الدستور هي أمر سيحسم، وإن لم يحسم في هذه الدورة أو من جانب السلطة التشريعية لرفعها المحكمة الدستورية سيحسم من جانب الحكومة والجانب التنفيذي. وبالتالي أعتقد بأن المادة 71 من الدستور هي المختصة في المراسيم، لا بد أن يكون هنالك حديث حول ما يدور، لأن المادة 71 جاء عليها أحكام أسقطت مجالس، وكان عندنا مبطل واحد ومبطل اثنين، وعلى ضوء كان هناك انتخابات أو مجالس أبطلت وأبطلت ما عملوا به، وهذا الأمر الذي تطلب من قبل هؤلاء النواب التقديم وفق النص المادة 101 أو 118 من اللائحة الداخلية مجلس الأمة. طيب خلنا نقرأ بس طلب المادة أخي محمد أساس يمكن المشاهد يعني يكون معانا، يعني شنو الهدف اللي أراده يعقوب الصانع بتفسير المادة 71 بالدستور؟ شو يقول المادة 71؟ تقول هذا نصه، يعني إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس الأمة أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل تأخير، جاز الأمير أن يصدر في شأنها مراسيم تكون لها قوة القانون على لا تكون مخالفة للدستور أو التقديرات المالية الواردة. هذا هو تفسير المادة 71. هنا السؤال يطرح نفسه، هل يعني احنا شفنا اخ محمد هناك كثير من يعني النواب السابقين عارضوا مرسوم الامير بتعديل الدوائر بتعديل الاصوات من 5 إلى 1 بحجه ان مراسيم الضروره يعني ليس لا ينطبق عليها مراسيم الضروره، ويمكن كثير من النواب السابقين يطالبون يعني بالذهاب الى المحكمه الدستوريه في هذا الجانب. اليوم النائب يعقوب صان، هل هو هدفه كذلك نفس هذا الهدف ام لأهداف أخرى تختلف عن أهداف النواب السابقين المعارضين؟ طيب رافضين لمراسيم الضرورة. بس حتى نبين بأن أي مرسوم يصدر في عدم وجود المجلس كائن من كان هذه المراسيم فإنه لا يكون ذلك المرسوم بقوة القانون، لا يكون بقوة القانون ما لم يصوت عليه مجلس الأمة. فبالتالي أعتقد بأن هذه المراسيم أو المادة 71 من الدستور هي أوضحت بأن جميع المراسم تعرض في المجلس من أول جلسة تعقد. أخ محمد بس أنا بعد ما تبي تجاوبني شنو أهدافه، يعني تحليلك شنو أهدافه يعقوب الصانع من هذا الطلب؟ ماذا يريد؟ إغلاق هذا الملف لمصلحة من؟ مصلحة الكل فقط. لا القصد من المرسوم الضرورة هناك أنت تعلم بأن هناك حكم محكمة الدستورية أعطت يعني فسرت موضوع مراسيم الضرورة وقالت أن هذا الحكم موجود يعني سابق قديم، أعتقد يعني بالثمانينات أو أوائل الثمانينات صدر حكم المحكمة الدستورية حول مراسيم الضرورة، وذكرت بما نص أن الأمير
يعني الحق في إصدار مراسيم الضرورة، وضرورة يعني هذه تختلف من شخص إلى آخر، وأكيد أن الأمير لديه من الصلاحيات ولديه من الاطلاع اللي يعني ضرورته تختلف عن الآخرين، هذا موجود هذا الأمر وصادر من المحكمة الدستورية في الثمانينات. الغريب أن يعقوب صار قاعد يعيدها من جديد، ما ندري شنو الهدف من الذهاب. أنا أعتقد إغلاق هذا الملف حتى لا يرفع مرة أخرى ولا يكون في مجال الحديث الآن. المجال الحديث مدى ضرورية غدا سيكون لدينا مراسم ضرورة في أي وقت ما، هنا يبدأ الجدل. مع العلم اليقين بأن المحكمة الدستورية سيكون لها أمر مختص في قضية أنها سيرفع هذه المراسم الضرورة للمجلس، والمجلس هو الذي مختص في ذلك، هذا معروف خلاص انتهى من ناحية الدستورية. وأعتقد منطوق المحكمة الدستورية لن يخلو من هذا من يعني ألا تعتقد أن يعقوب صالح الآن قاعد هو يناقش أو يريد تفسير الضرورة؟ نعم يريد المحكمة أن تفسر الضرورة، هذا مفسرة الثمانينات يعني. أنا قاعد أبين لك لماذا نرجع؟ إذا كان طبعا إذا صادر حكم سابق للمحكمة الدستورية لا يمكن أن ترجع له ثاني مرة، خلاص انتهى الأمر. بس تستند إليه، تستند وترفض هذا الطلب، ترفض الطلب من حيث المبدأ. لكن عندما وتبين بأنه تم الفصل في هذا الموضوع وتفسيره، تفسيره في التقرير الفلاني والجانب الفلاني والرأي الفلاني، فهو رأي والكل يعلم بأن المحكمة الدستورية أراها بالنسبة لمجلس الأمة غير ملزم يصوت عليها، غير ملزم. أنا معنى لازلت يعني مستغرب، ما أعرف لا يعني لا أنا أعتقد أنا أعتقد النائب يعقوب صالح هو حتى يعني حتى استغرابي فقط، حتى يغلق الجدل حتى يغلق الحديث أغلق من الثمانينات وانتهى الأمر. لا لا والمحكمة الدستورية أعطت صلاحيات تامة للأمير في موضوع مراسيم الضرورة. الآن في هذا الوقت أصبح هنالك من يجادل في قضيات أو قضايا يعني مثل ما ذكرنا بأن هنالك مكان قدم بأن مرسوم الصوت الواحد. نعم بأنه أخ محمد لا يجادل في هذا الموضوع رجل قانوني، رجل قانوني معروف أن أحكام محكمة الدستورية طيب تفسيرها تفسير نهائي ولا يمكن أن ترد من جديد لو بعد 100 سنة ويطلب على موضوع المراسيم الضرورية يقولك والله بال 81 صدر تفسيره في لعل وانت الأمر. أنا ما أدري أقول الأحداث تختلف ممكن، لا أنا أعتقد الوقائع تختلف. أنا أعتقد عندما يقدم يعقوب الصانع علينا أن نقرأ تقديمه ومن ثم نقول هل هو كان في السابق أو في، بس أني طريقة التقديم تختلف، قد تختلف عما هو طلب منه في وقت الحال. هو قيل يعني أخ محمد يعني كان تصريح شهير لرئيس مجلس الأمة قال سنصلح من الداخل قبل أن ينزل الانتخابات، والبعض يرى يعني يشكك في هذا الجانب، يقول بأن قد يكون هناك توجهات من يعني الرئيس وبعض النواب اللي يعني محسوبين على الرئيس بأن يتم هناك يعني إعطاء يعني بعض تحقيق بعض النجاحات اللي كانت أساسا المعارضة تطالب فيها، وبالتالي وصل رسالة للجهة الأخرى بأن فعلا نحن أصلحنا من الداخل وقمنا وعدلنا، وأنتوا يعني مهما فعلتوا في الخارج لم تعملوا شيئا. البعض يرى بهذا ولا يعني ولا يمنع يكون هناك توافق حكومي حول هذه القضية، بأنه يكون هناك تجاوب يحكم تجاوب معنا في هذه الجزئية البسيطة وإصلاح هذا الخلل البسيط، لكن في حساب حتى نبين بأن هناك إنجاز حتى لو على حساب ما لا تراه الحكومة. بس يعني أعتقد حتى في هذا الجانب يكون هناك تفاوض يعني يكون هناك تناغم بين الحكومة والمجلس حول قضية تفسير المادة 71 أو إحالة المحكمة الدستورية. طيب ننتقل إلى القبس ونشوف عناوين القبس. الكويت تهيئ لمصالحة سعودية إيرانية، صباح الخالد عادة بردود إيجابية من الدوحة والقاهرة. المرشد للقبس الدورة المستندية أكبر معوقات التنمية. بوتين يقرر الغزو وأوكرانيا تستفز، عدد السكان تجاوز 4 ملايين نسمة. والكويت تشتري أنظمة صواريخ باتريوت ب 655 مليون دولار. الفائض للعام الخامس عشر على التوالي، فائض في الميزانية طبعا نحو 13 مليار دينار. هذه أبرز عناوين جريدة القبس. طبعا موضوع الفائض، خبر الفائض طبعا خبر صغير جدا تنشر القبس بعض الصحف، طبعا البعض صحفنا المحلية والبعض يعني اللي أساسا ضد الزيادات والعلاوات ودائما يخوفون يعني الحكومة بأن هناك راح يكون عجز في الميزانية وراح تفلس الدولة، لا 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 اسطواناتهم اللي يعني وفزاعتهم اللي يخوفون فيها الدولة، والخير كثير ولا الحمد. يعني من ضمن هذا الأمر للعام 15 سنة فضل من الله سبحانه وتعالى، 15 سنة والميزانية تحقق فائض سنوي 13 مليار دينار فائض في الميزانية للعام
15 على التوالي، وهذا هو رد أساسا لمن يحاول تخويف الحكومة ويحاول يا حكومة تقشفوا ووقفوا الدعم على المواطنين وفرضوا الضرائب على المواطنين، فقط على المواطنين، على المواطنين شقالين، لكن ما نسمع على الشركات على التجار، هذا انسى، بس في زاعتهم شقالين في هذا الجانب وما يقرون الوقائع. يعني محمد أنا بنتهي إلى هذا الموضوع، يعني 13 مليار بالأمس أمانة وأنا أشوف يعني إحدى الأفلام الوثائقية حول الدول أمريكا اللاتينية، تفاجأت أن كثير من دول أمريكا اللاتينية مشاهدين الكرام تصدق ميزانية دولة 200 مليون دولار 300 مليون دولار 200 مليون 300 مليون دولار، دول معروفة يعني وعلى مستوى ولها يعني اسم يعني في على مستوى العالم، 200 مليون 300 مليون ناس عايشة، وعدد السكان أضعاف مضاعفة من سكان الكويت. أنا أقول لك بس سنة واحدة 15 مليار، يمكن هذه 13 مليار دينار، كم سنة تعطيهم أخ محمد؟ يعني كم لهم ميزانية؟ كم سنة؟ إذا هم 200 مليون دولار يعني ميزانيتهم يمكن 20 سنة، 20 وأكثر بعد أتوقع. فبالتالي ما شفنا يعني، بالعكس دول عندها مصانع وعندها شغل وعندها عمل والأمور طيبة، يعني إحنا هني ما شاء الله من كثر الحسد وبس تشاؤم الموجود لديهم راح تفلس وراح يصير ودير بالك بحكومة فعلا وجيهم فلس وهم فعلا يعني فقر أمانة. دائما سبحان الله الإنسان اللي بس متشائم تلقاه يعني الخير مو بوجهه أبدا، فبس يعني الأمور السوداوية والنظرة السلبية مركزة، مركز على الدولة ومركز على الناس وراح نفلس وراح نعمل. قول الحمد لله سبحانه وتعالى والخير كثير ولله الحمد، تفاءلوا بالخير تجدوه والخير كثير، وبالعكس يعني هذا الأمر يعني المواطن الكويتي يستحق الأكثر والأكثر والأكثر، هو الخير إذا ذهب لأهل للمواطن هذا يعني قمة يعني سعادة الإنسان والوطن، لما يذهب خيره إلى أبناء بلده وإلى وطنه ونطور بلدنا ونعمرها بأموالنا وبالخيرات الموجودة ولله الحمد. لكن خليها المتى يعني، حاول بس بالبخ الموجودين وراح نفلس وراح نعمل ونعمل، وبس هدفهم أنك تأخذ أنت وما تعطي الآخرين. يعني سبحان الله مبدأ العطاء إذا أعطيت ثق تماما سيأتيك العطاء كذلك، لكن إذا بخلت سبحان الله سنون كونية ستبخل عنك أمور كثيرة ولن يأتيك شيء. فالإنسان مهما يبذل يأتي الخير، ما شفنا إنسان ولا يعني على مر التاريخ إنسان يعطي ومات من الجوع أو مات من الفقر أبدا، مستحيل، هذا سنة الله في الكون، اللي يعطي يأتيه المزيد والمزيد. أخ محمد تعليقك يعني على هذا الموضوع، يمكن تكلمنا كثير على هذه المواضيع، اليوم على السحياء يكتبون يعني فائض الميزانية ورغم سياسة التخويف، لكن الحمد لله اليوم قال في فائض الميزانية. طيب أنا ودي يعني أتحدث عن هذا الجانب، لكن أعتقد بما يسمى بأن هنالك عجز في باب الرواتب دائما، عجز يعني يعلق عليه البعض أزعجونا فيه إيه، لكن هل هو يعني تقرير الشان، هل القصد منه أن يصل فائض الميزانية التي ستنتهي سنتها المالية مع نهاية الشهر الحالي إلى نحو 13 مليار دينار، وهذا الفائض يتحقق للسنة 15 على التوالي؟ هو يعني الطلب من الدول الأخرى أو الانقضاض على الكويت، ترى هذا جانب خطير، يمكن عشان مناقصات بعد أي لا حتى يبين لك تعالوا خلنا نستزف هذه المواضيع، ليش ما نكون عندنا صفقات معينة اللي على ضوءها نستزف موارد المواطنين؟ طيب المبالغ هذه ليه ما تروح للمواطنين؟ لماذا لا يكون هنالك مثلا، يعني عندنا ما شاء الله يعني بعض الهيئات الحكومية تخسر في السنوات بما يعادل هذه الأرقام، قريبة من هذه الأرقام، يعني والدليل على ذلك يمكن احنا تحدثنا على باب العلن هو الداو 2 مليار، لكن هناك ما خفيها كان اعظم. فبالتالي اعتقد بان كل ما يكون عندنا مثل هذه الفوائض يكون العين علينا اكثر، يكون هناك يعني الطلب بان تكون الكويت لها مشاريع ومشاركه في مشاريع، منح يعني منح ماليه لدول اخرى. طيب الشعب اللي ما نفذتوا له 30,000 حق الاسكان، والله العظيم شيء مخجل، بين اروقه وزاره التجاره عبد المحسن المدعجي قاعد يقول والله يبنا 4 شهور على اللائحة التنفيذية، يبغى الناس بتبني، عندها الحديد والأسمنت يعني أقل ما يمكن تقدمه للكويتي، 110,000 أسرة كويتية مشردة بين الشقق، يا أخي غريبة، احنا مليون ترى، يعني ما صلنا 25 مليون، احنا مليون، وفيه يعني ما يعادل 10% من هذا العدد مشرد ما عنده بيت، على الأقل الحيوانات حطتولها يعني والله خلكم واقعيين، المواطن يبي 400 متر يبنيه
عطوه الحديد يا عبد المحسن المدعج، هذا مش منطق. الان القانون تقول له يبي له 4 شهور حتى على ابعد مدى، ليش؟ شنو يبي له؟ 4 قياديين اللي تعطيهم ما يقارب مبالغ ماليه طائله، خلهم يحطوا لك قانون وينفذونه وكل شيء موجود. هذا هو المصيبه، بانك عندك فائض وشعبك الان يلطم، لا لاقى من الاسكان، لا لاقى من التعليم، ما في جامعه يعني قاعده يعني وكيل الله ما ادري شو وين راح نخلص، نخلص نعين عنده بخمس مشاريع اطفاء، خلوا الان في المشروع 5 مشاريع اطفاء جامعه مشترقه، اي حطوا 5 مشاريع اطفاء وخرطمه والله نيل المطافي، بس لانه هو بنوا مطافي اكثر من بنوا الجامعه، كل يوم مشترقه ما يلمه، فحطوا يعني والصيف جاينا بعد الحين، فهذا امر غريب. دوله يعني ما فيها كهرباء وعندها فائض، يعني غزاره في الانتاج. ما هو اخ محمد هو سوء اداره، احنا ذكرنا من قبل والكل يعلم، يعني احنا عندنا الاموال متوفره، القدرات موجوده، الاراضي متوفره، اي لكن الصراع السياسي امانه يعني يجب لا نخرج من الثقافه السائده، بعض الثقافات السلبيه، اختراق القانون، مخالفه القانون، احنا بس لا نركز فقط على الحكومه، البعض اخ محمد هم بعد على بال لما نقول حكومه احنا نقصد يعني فقط ال 15 وزير ورئيس الوزراء 16، لا الحكومه مفهوم اوسع من ذلك، جميع موظفين الدوله تعتبر حكومه، من اصغر موظف يعمل في القطاع الحكومي الى سمو رئيس مجلس الوزراء، هذا كله حكومه. فمجلس الوزراء هذا هو اللي يراس هذه ويقود هذه الحكومه، بالتالي لا نبرر يعني ننتقد، لما نقول الحكومه نقصد كل هذا، يعني اللي تسبب اللي ياخذ رشاوي في ادارات الحكوميه هذا فساد، يعني يمثله موظف لكن تمثله كذلك حكومة، اللي قاعد يعطل التطور التكنولوجي في الخدمات الحكومية والتخلف الموجود على موضوع الورق والصور والتوصيل المال أول ولا منه، هذا يعني رئيس الوزراء يطلب من كل معاملة صور لي 10 بطاقات وصور لي 5 صور للجنسية، هذا الأمر كذلك كم موضوع الحكومة، الفساد الموجود، الصراع على المناصب وكذلك التعيينات اللي يصير في المناصب الحساسة ووكلاء ومساعدين واللي نواب مجلس الأمة يتوسطون وتيارات تفرضهم على الحكومة، هذا كله صراع أساسا، كله فساد إداري حكومة، فالحكومة مفهومة أشمل كله، مثل ما ذكر أخوي محمد، يعني الآن أنت ذكرت موضوع مال الاسمنت والحديد الدعم، ليش ردوا الحكومة الآن؟ ليش بيردون الحكومة؟ يعني غريبة يا جماعة، قانون يطلع من الحكومة من المجلس يطلع فيه خلل بيعدلونه، نفس الكويتيين نفس الشيء، عقب ما قرروا الحكومة بترد يقولك والله بنعدل بالقانون، طيب الحضانات نفس الشيء، وين الفتوى التشريع؟ شنو دوركم فتوى التشريع؟ يعني مو دوركم انتم ما يطلع قانون الا على قولتهم، على قولة المصريين ما يخرج الميه، لجنة التشريع ايش تسوي في مجلس الأمة؟ عندكم مستشارين ما شاء الله من جميع الدول العربية، شو السالفة يطلعون قوانين كلها يعني غلط بغلط؟ تدري المصيبة شنو؟ انها مادة واحدة، والله قانون 28 مكرر من قانون الاسكان ماده واحده، ماده اولى ما في ثانيه ما في ثالث، ما عندنا شيء غلط، والله غلط ماده واحده وقاعدين يشترونها اشترار، ليش؟ عشان بكره اذا بنى المواطن انفرجت عزبته، شنو مصيبتكم؟ شنو المصيبه اذا بني ادم صار عنده بيت؟ شنو المصيبه؟ هو خاف الصراحه صار على شركات اسمنت وحديد، ما يمنع ذلك، مني المدعي ما يمنع يكون هناك صراع، لكن ابعد المواطن من هذه القضية، حطوا صراع تنافس شريف، المواطن بدأ يستهلك، المواطن يعني من إلى، وبالأخير لا بيع بيت والأجار مرتفع وبدل أجار رفضت الحكومة، ويعني وين نوصل ونواب نايمين؟ أقسم بالله في 13 نائب ما حد يعرف اسمهم الحين نايمين؟ والله 13 غير مشاركين في اللجان، صكوا على أصحاب الكهف، أنا أقول لك يعني انت المفروض تقول له يبي مرزوق الغان وزع عليهم قهوه تركيه بعد اصليه شوي، ما يمنع هذا، وهذا لو تجيب نايمين ما حسوا بشعور المواطن، وين ليه من شهر 7 الحين نايمين؟ نعم، ولا وراح يظل البيات الشتوي عندهم الظاهر الى ما بعد، اي لان هذا اهم عنده السفرات وعنده الجواز الخاص، لانه مو مصدق عنده جواز خاص، عنده جواز دبلوماسي مو مصدق، فبيروح يفتر على جماعتهم اللي في الجواز الخاص، اي ويروح يخلص شغله ويخلص البزنس، هو عنده جواز خاص، ايه ويروح يرد منه، ما صف دوره، مو مصدق والله، لا بالاخير الدول الاوروبيه صف دور، والله يلا يلا وزراء خلاهم يصفون دور الدول الغربيه، فبالاخير ما يدري، مو بعد فبالتالي حرام يسمون نواب، النواب نائب امه يبحث عن 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 مواضيعه، ما من نائب في الدائره الخامسه وقف على مشروع صباح احمد ولا واحد، ليش؟
احنا مو مقيدين عند صباح احمد، مو منطق، مو موجود منطقه قيد انتخابي. اي طبعا لو في قيد انتخابي تجيك، مو ذات اهميه. اذا طيب الحديث كثير، وامانه موضوع الفساد الاداري الموجود للاسف وترهل الادارات الحكوميه هذا هو السبب الرئيسي، ومثل ما ذكرنا مشاهدي الكرام لا يعني كلنا موظفين في الحكومه وكلنا ننتقد انفسنا، نحن سبب الخلل الموجود. الكل مشارك، الكل مشارك ذكر، فبالتالي لا نحط يعني والله الحكومه والحكومه نقصد فيها جابر سمو جابر سمو رئيس مجلس الوزراء جابر مبارك ولا الوزير التجاره ولا وزير الماليه ولا غيره، لا كلنا مشاركين، كل موظفين الحكومه مشاركين اذا ما طورنا انفسنا. طبعا القيادات لا شك انها هي اللي تقود، يفترض القيادات هي اللي تقود، مجلس الوزراء يقود، والوكلاء مجلس الوكلاء ووكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين والمدراء هم يقودون للتطور وهم يدفعون للتطور، يفترض صحيح، لكن هم كذلك العمليه كلها متكامله، الإدارة كلها منظمة ومتكاملة من أصغر موظف إلى أكبر موظف، الكل يعمل. إذا كان في خلل إداري وترهل إداري وفساد إداري ويعني تخلف إداري موجود في إدارات الحكومة، إذن العملية راح تكون الآن يعني حتى رئيس مجلس القضاء الأعلى قاعد يقول لك الدورة المستندية قاعد تعطل التنمية، يعني كتاب يطلع من وزارة بجنبه يعني أبد، يمكن 20 متر بس بينهم قار بس، سنة على ما يوصل الكتاب، بعد ما يدزونه ثاني مرة عن طريق المناديب المندوب يمكن قطب دبة السيارة وتعال ضاع ولا نص الأوراق مفقودة على ما يوصلهم بعد سنة، وكتابكم وكتابنا وكتابكم وكتابكم وكتابنا، وبالنهاية ماكو شيء. والدليل شوفوا مشاهدين الكرام يعني شوارع الكويت، يجون الآن شارع قار جديد حطوا لك رصيف وقار جديد خلصنا ما شاء الله زينة، شهر شهرين جايين والكهرباء كسروا القار، مددوا ما ادري عاد هذا كيبل كهرباء ولا كيبل اتصالات من وزارة المواصلات، وين التنسيق؟ والله يا جماعة طرق يعني شوارع جديدة عملتها وزارة الاشغال، اتوا بعدها يعني جهات اخرى اعتقد انها تمثل الكهرباء او انها تمثل وزارة المواصلات كسروا الطرقات، وما يمكن ما في منطقة في الكويت الا شاهدوا هذا الامر. ليش؟ وين التنسيق؟ الحين قار جديد، وينك من قبل اساسا؟ ما في تنسيق، الكل يعمل بروحه، وغير 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 اللي قاعد يصير، السرقات اللي تصير. عموما خلينا نذهب الى صحفنا نكمل بقيه العناوين ونشوف جريده النهار، وهناك عنوان مهم في جريده النهار. عنوان النهار الرئيسي يقول: هروب جماعي من الكويت خلال العطله، 115,000 قادروا البلاد جوا وبرا وانفقوا 54 مليون دينار. البلد اصبح طاردا والفوضى تعم المطار والخدمات من سيء الأسوأ. لماذا لا تتعاقد الحكومة مع شركة أجنبية لبناء مطار جديد من دون مناقصة كما عملت في المستشفيات؟ مطلوب اختيار عناصر كفوءة في قسم التأشيرات في المطار، فتعاملهم مع القادمين يفشل. الحكومة سترد قانون تجنيس 4,000 المالية البرلمانية، تناقش علاوة الأولاد اليوم واللجنة لم تتسلم مقترحا عقلانيا ومنطقيا مقبولا. الكويت اشترت منظومتي باتريوت ب 655 مليون دولار، وشؤون لا إصابات في الونزا الخنازير في الحضانات، وسوء توزيع معلمات ينذر بأزمة في التربية. وقف قرار إزالة صفات الإبل في الجهرة، هذا هو آخر خبر موجود في جريدة النهار. طبعا مشاهدين الكرام، يمكن أبرز العنوان اليوم في النهار يتعلق في موضوع الهروب كما تسميه، هروب جماعي من الكويت خلال العطلة، 115 قادر البلاد، وهناك انتقاد ل قسم التأشيرات تعامله مع القادمين يفشل. يعني النقطتين أنا متوقف عندهم أمانة، إنه يقول اختيار عناصر كفوة في قسم التأشيرات في المطار فتعامل مع القادمين يفشل. ما أدري اللي كتب الخبر هذا ما شاف المطارات الأخرى شلون يسوون هنا، يعني بعض المطارات حتى الدول العربية والخليجية للأسف الشديد تعامل سيء جدا وإهانة سواء كويتيين ولا غير كويتيين، فلا نبالغ في هذا الجانب. حتى دول أوروبية وحتى يعني في الولايات المتحدة يبهذلونك أساسا ذهبت المطارات هناك، يمسخرونك تمسخر أساسا. فلا نقارن أمانة، لا نبالغ شوي، يعني قسم التأشيرات في مطار الكويت فشل، لا والله ما يفشل، الله يعطيهم العافية، وبالعكس متعاونين وجدا، يعني أصلا إذا رجعنا الكويت كلنا فرحانين بتعامل الراقي، نقول الله يعز الديرة. واللي يجرب الدول الأخرى سواء عربية ولا خليجية ولا آسيوية ولا أوروبية شوف التعامل شلون، جلافة وقمة الاحتقار لأي زائر يأتيهم. ما شفنا يعني بيعطونك ورد، يعني بعض المطارات حسب اخلاق كل شخص اساسا، يعني نستثني هني بعض مثل مطار دبي امانه خلال الاحتفالات الوطنيه استقبل المواطنين الكويتيين يعني باعلام الكويت وبالورود وبالتهاني، وهذا شيء مو غريب على اهل الامارات في هذا الجانب، لكن احنا نتكلم بالصفه العامه، اغلب المطارات لا والله تعامل سيء جدا واسوء،
لا يقارن في موظفينا وأهلنا في مطار الكويت. أنا أقول أمر هذا والله لا لي لا قريب ولا أحد في مطار الكويت، لا من قريب ولا من بعيد في هذا الجانب، لكن أشهد لهم في هذا الجانب، فأعتقد شوي بالغت. موضوع الهروب الجماعة كما تسميه، يعني ما أدري النهار اشتبون، يعني اشتبون نسوي يعني اللي قادروا. أنا ما قدرت الكويت، لكن 115 تبي يروح شارع الخليج اللي قاعد يرشون عليك ماي ويرشون عليك نير حق تساقط الشعر، ولا يرشون عليك ماي وصابون، يعني هل هذه احتفالات؟ مع احترامي الشديد يعني البعض، يعني خلوا شارع الخليج كله، يعني شفت الوصاخة اللي صارت في آخر الأيام، هل هذه احتفالات؟ أنا ما أدري، أحب الوطن عن طريق رش الماي والصابون؟ يعني خلينا شارع الخليج كله بشكل قادورات ووصلنا رسالة، يعني قمة في السلبية. إذا كان هناك يعني احتفالات في الدول الأوروبية، ويمكن شفنا احتفالات تقدم ورود وناس يعني بهدوء واحترام، قاعد نشوف البرودكسات اللي قاعدين ينزلونها يوميا، هوشات صارت طق مطاق، ليش ترش عليه ماء؟ واحد يروح يا أهل يرشون عليه ماء وصابون، واحد يروح مع بنات يرشون عليه ماء ونير. يعني هم بعد للأسف الشديد الثقافة السائدة، وما أدري البعض للأسف المراهقين الموجودين اللي قاعدين يحتفلون، هذه محتفلات، هذا كل واحد بيونس نفسه على حساب الآخرين، حرية الآخرين وناس الآخرين. تعال كثير من الناس لجأت إلى الشاليهات، لجأت إلى المخيمات، لجأت إلى السفر في الخارج، وحتى تحفظ يعني ليش أدش بسجال مع مراهقين قاعدين يلعبون في شارع الخليج ووصخوا شارع الخليج وأدوا الأهالي. هذا الحقيقة اللي حصل. هناك الطرف الآخر، هناك فئة أخرى بالعكس، يعني كان هناك بعض الفعاليات الفعل المشرفة وتستحق الإشادة، وهناك فئة من الشباب قاموا بتنظيف هذا الشوارع، يعني نشيد فيهم ونثني على عملهم، هذا هو ديدا شباب الكويت. لكن للأسف الشديد هناك ثقافة سائدة، ما أدري شنو اللي ربط الاحتفال بال يعني الأيام الوطنية لدولتنا الحبيبة، تتعلق في الرش الفوم والماء الصابون، والآن تطور الأمر كل واحد ماسك المسدس وقاعد يرش على الآخرين، هذه شنو الثقافة هذه؟ يعني تعليقك يا محمد على أنا هذه وجهة نظري أمانة، وأترك لك يعني التعليق والحكم في هذا الجانب. لا أنا أعتقد هي مسألة ثقافة، وكنا نريد أن يكون هناك، يعني كان يوم الثلاثاء بالنسبة لي يوم أزمة، يعني أسوأ يوم، أسوأ يوم تورطنا. أي والله تورطنا، أنا تورطت معاك يعني يوم الثلاثاء، شوارع كله تسكرت. أي والله تورطنا حيل، وأعتقد كان يعني من الصعب الوصول إلى مقر العمل، وقعدت يمكن ساعات طوال حتى وصلنا إلى مكان العمل، تحملنا من الأساء ما قدم لنا، وكنا لا نريد حتى أن يقف رجال الداخلية خلوك بالماي، والله كل يعني حتى رجال الداخلية لا يستطيع أن يسيطروا على هذا الكم الهائل. نقيسة من التاجر عندما أدخل هذه المادة، نقيسة مسألة قصة الفوم وقصة الماء وقصة، هي قصة لن تنقطع ما لم يكن هنالك أمور ثقافية. والحديث على هذه القضية أعتقد يحتاج إلى أسلوب تربوي، أسلوب تعليمي، وأن يكون هنالك جوانب احتفالية في الوطن. نستذكر الغزو العراقي وكيف وماذا حدث في يوم 26، هنالك من بعض المواطنين، وأنا يعني أجد بأنهم لا يفرقون بين يوم الاستقلال ويوم التحرير، وماذا يعني يوم التحرير، وما صادف أي يوم، صادف يوم التحرير يوم 26 فبراير، صادف يوم 2، يعني في قضايا مهمة حتى ننبه، حتى نعزز هذه القضية. ويعني أنا أعتقد أنا رأيت تقرير لواحد يعني أول مراسل خليجي أتى، أعتقد اسمه سعيد حسين اليامي، كان أول يوم في التحرير، وكان يذكر، وكان تقرير ما يقارب ساعتين، شيء جميل جدا، كان يذكر المآسي والكل يذكر مآسي الذي حدث فيها. لم يكن هناك مثل هذا الجوانب. اليوم حتى تأتي دول أخرى، والله أبو محمد يأتي حتى لمثل هذه القضايا، وهذا أمر يعني مخجل، والله مخجل. والله أخي محمد أنا يعني شيء بشيء يذكر، تذكرت الآن وجدت يعني بعض الشباب اللي أعمارهم يعني بين 15 و16 سنة، وعلى قولتك يعني لا يفرقون بين اليوم الاستقلال والتحرير. فسألتهم سؤال أمانة، قلت اليوم شنو يصادف يعني اليوم؟ قال والله يوم التحرير. اليوم 25 فبراير قال لي التحرير. بعض قال والله بدون مبالغة يعني بين 15 16 7، يعني لا ما وصل 17، أقل من 17 16، فبختبرهم في الجانب. واحد فيهم قال لي يعني قال لا اليوم يوم الاستقلال. طيب قلت له كم سنة على الاستقلال؟ واحد قال لي 22 سنة، هذا ما أدري من جت 22 سنة، ثاني قال 23 سنة. والله بدون مبالغة مشاهدي الكرام، ولا واحد جاوب على السؤال كم سنة على الاستقلال. 53 سنة، 61 الى 2014، ولا واحد جاوب. فتفاجأت. اي نعم. فسألت السؤال، قلت ما درس ولا بعض؟ لا ما تدرس في المدارس. قال والله درس بس. طيب بكره شو صادف؟ والله يصادف
تحرير الكويت كم سنة؟ هم والله مو الكل، الكل لم يمكن واحد يجاوب، فصدمت يعني حتى 23 سنة على الغزو وعلى تحرير البلد مو عارفين الشباب، فطالعين مسدسات ويلعبون ومستانسي، هم رايحين بس يعني حق ينسون نفسهم بس. طيب وين دور المدارس؟ أنا ما أدري، أنا قاعد أشوف أمانة المنهج، المنهج هذا كله موجود بالتفاصيل التفاصيل، لكن لماذا معلومة غايبة؟ أنا مستغرب، هل الإعلام مقصر في هذا الجانب؟ يعني مو عارفين الناس شنو يوم 25 ولا هم عارفين يوم 26؟ أنا كنت أتمنى ما تكون هناك مسابقة يعني يوم 25 بنعرف تعال كم سنة صار لنا ومتى الاستقلال اليوم، وش الفرق بين 25 فبراير ويوم 19/6/61؟ نبي نعرف شنو الفرق بين هذا. لماذا 25 لماذا 25 فبراير هو عيد الجلوس المقهور لاعب عبد الله السالم؟ يعني أمور يفترض الشباب يعرفها، وهذول الجيل المستقبل للأسف ماكو شيء، أهم شيء كل واحد ماسك له مسدس وحاط ما يصابون ورش. قرقوك انت ذاك اليوم؟ والله ما انت مش كنت انا سكرت الدلام سكرت درايف انا سكرت درايف ورشوا علي ونظفوا لي شوي الجام ومشيت. والله والله مشكورين. لا هو شارع كان بس انا رش علي الشريف بس ما يحط ما في صابون. لا هو حتى كان دوامنا على طريق الخليج اي الخليج، وكان يعني اعتقد والله حجزنا يعني ساعات متعدده، فانا اعتقد الهروب هو مش هروب جماعي، هو الذهاب الى خنقه كانت موجوده في الدوله. ويعني أنا من الأشخاص اللي أحب الذهاب إلى البر، يعني ما بالنسبة للاحتفالات هذه لابد أن نعطي قيمة لأبنائنا والاحتفال بشكل محمد حتى بعيد. موضوع الكويت يفتخر، شفنا يعني يوميا كان اعتداء، بل تم الاعتداء حتى على رجال الأمن، يعني مو بس الاعتداء على الأوائل من بعض المراهقين، تم الاعتداء على رجال الأمن، يعني هذه الجرأة وصلت، يعني الناس ودها تروح الكويت يفتخر الأمور هذه الأماكن، لكن للأسف اللي قاعدين نشوفه وبداية يعني الانفلات الأمني الموجود من بعض الشباب والمراهقين وصل لمرحلة كانت خطيرة جدا. نحن نشكر وزير الداخلية، وزير الداخلية وقف يعني على رجوله ومشى شارع الخليج، ونشكر كذلك عبد الفتاح العلي اللي كان متواجد وفعلا يعني بعض المستترين علمهم وعرفهم ان الله حق فعلا في هذاك اليوم، امانة عبد الفتاح قعد لهم قعدة وخرب عليهم. انا البعض اتصل علي قال فكنا من عبد الفتاح العلي والله. شوف انا ما عندي وقت، شوف انا استاذ جابر والتقاحيس اللي صارت فيه هذه ازمه راح اقول لك راح نتكلم فيها. يمكن خلوه راح هناك عشان الخليج كلهم. لا حطوا استاذ جابر الى مضمار تقاحيس هناك. اي ماكو شيء، حولوه يا ولد من الملعب، ملعب يهدونه. طيب خلينا نكمل. طيب خلينا نكمل على الكلام يعني ذو شجون. نذهب الى عالم اليوم ونشوف عناوينها. الحكومة بين الخمسة والتموين ستعرض خلال اجتماعها اليوم باللجنة المالية بتحديد عدد الأولاد المشمولين بزيادة أو زيادة المواد بالبطاقة التموينية. الحكومة تفكر استجواب طنا للمدعج إزالة سكراب أمقرة خلال شهر. صفاء آلية تنفيذ خطة التنمية فاشلة. هذه تقريبا عناوين جريدة عالم اليوم. نذهب إلى جريدة أمامي الآن وهي جريدة الأنباء وعنوانها الحكومة تبحث عن مخرج لعلاوة الأولاد الصالح، يعرض الحالة المالية للدولة، والعمير يشرح كل أشكال الدعم الحكومي طبعا خلال جلسة يوم الثلاثاء. أمين عام أوابك يتوقع للأنباء ارتفاع الطلب على النفط في 2014. هذه تقريبا فقط عنوانين لجريدة الأنباء. الراي عنوانها يحصل في جامعة الكويت التعليم وقوفا في أماكن، يعني للأسف الشديد حاطين صورة كنت أتمنى أن أطالع يعني بعض الطالبات خاصة أخواتنا الطالبات، ما في كراسي واقفات. دولة مثل دولة الكويت فائت الميزانية لمدة 15 سنة ما يوجد إلا جامعة واحدة، كلها جامعات خاصة. ليش؟ ما يبون أهل الجامعات الخاصة، أهل البزنس يبون فقط جامعاتهم اللي تربح. فأنا هذا التحليل النهائي أمانة، ما في شيء آخر، فيعطلون جامعة الشدادية وغيره وغيره وغيره، ما في مجال طلعون جامعة. نفس الشيء على موضوع المستشفيات، ما في مجال، ما شاء الله مستشفيات خاصة كل يوم طلع مستشفى، لكن الحكومة مكانك راوح. ليش؟ هل هناك أطراف الحكومة لها يعني مصالح تجارية مع أصحاب الجامعات الخارجية وأصحاب المستشفيات الخارجية والخاصة؟ راجعوا هذا الأمر راح تشوفون، مش هذا الكلام راح تعرفون شنو السبب. ما في الحل هذا، لا تقول يعني بحسنية، لا ما إحنا محسنين الظن ولا حسن النية فيهم، واضح الأمر. لمتى يعني؟ كم صار لنا جامعة الكويت من أواخر الستينات لهذا اليوم معقولة جامعة واحدة؟ ودولة عندها إمكانيات تبني 1000 جامعة لتبني الكويت، 1000 جامعة يبون، ما عنده مشكلة ولا شيء أصلاً بناء جامعة. قاعد نبني بالخارج جامعات، الكويت ما نبني مستشفيات، قاعد نبني بالخارج مستشفيات، بالكويت ما نقدر نبني مستشفيات، يقدرون. لكن شوف منو اللي هناك قاعد يعطل هذه المشاريع وما يبي،
عطل موضوع المستشفيات الأربعة كلهم والله عشان ميزانية والله سعرها مرتفع ردوها وخلها مكانك رائع فر 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 سنوات عشان عطل أكثر مدى يلا خل المستشفيات الخاصة تربح خل الجامعات الخاصة تربح وبالنهاية طلعوا المخرج والله بعثات داخلية عشان يربحون الجامعات الداخلية الخاصة اللي داخل الكويت ما الهدف فقط ولا هي نفس الجامعات الموجودة في دول الخليج اللي وزارة التعليم ما تعترف فيها نفسها لكن ما يبون لكن هني لا جامعة يملكها متنفذ يبي يربح فأجبر الحكومة أن تدز بعثات خارج دزوا بالخارج حق بعثات داخلية ليش مو أنت تقولون الخارج أفضل أوروبا وأمريكا أفضل من دول الخليج ومن الدول العربية ليش خليته يعني الخاصة اللي داخلية يعني في بعض الأمور أمانة هم بعد تحرق الكبد شوي تبطل الكبد القانونيون يكيفون قضية كازينو السالمية جريمة بين الجناية والجنحة ستحط على جدول لجنة الظواهر السلبية باعتبارها من أوجه الفساد عنوان آخر 36 راتب المكافأة نهاية الخدمة أمام اللجنة المالية مجرد مقترح من نواب مجلس الأمة ما أدري أتوقع يمكن هذه آخر شيء عن التعليق الكندري للرأي لدينا نواب يدارون من خارج المجلس وتبدل الكراسي أوجد معارضة اليوم وذكر يمكن في مقابلة فيصل الكندري استجاب الوزير المسؤول عن صفقة الكويتية واجب ما لم تكن أخذت المواقف الجرائية على الحكومة تحديد الوزير المختص عن الكويتية الآن بعد قرار إقرار قانون للتسني لأن المسألة ما زالت هناك قضايا يعني أعتقد عالقة اليوم النواب تقول لدينا نواب يدارون من خارج المجلس وهذا اعتقد يعني فيصل الكندري يشن هجوم على زملائه النواب عبر بوابة الرأي نعم يعني هذه تقريبا أخ محمد ما تعليقك أبيك تعلق على الصورة الموجودة في الرأي أمانة والله أنا بقول لك البنات اللي واقفات وما في كراسي وما في مقاعد لهم أعتقد في جامعة الكويت هذه أنا أعتقد هي صورة كانت معبرة أكثر مما أن يكون يكتب لها أي ما صحيح. يكتب وهي قضية أعتقد هنا قضية هي موجودة والصورة والله أنا 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 من الأشخاص كان دفعتي 96 يعني وتخرجي كان 2001 أعتقد كان هناك قاعات والله كان هناك وقوف وذكروا أن هنالك يعني تقارير بأن سيتم توسعة وكان يعني جامعة كيفان اللي كانت ملحق لسكن عمال جامعة صارت سكن عمال صار جامعة ما أدري شلون مدرسة صارت كلية بنات يعني قضية وحديث والله شيء مخجل لكن هذه القضية هي صورة من صور بلادي للأسف الشديد طيب نشوف كاركتير الشاهد الآن وتكلمنا عنه قبل شوي يعني هو الصورة نفسها نعم. لكن تتحدث عن الصورة التي فساد. رأيناها نعم. وهو فساد نوع من أنواع الفساد الفساد في الكراسي الفساد في التوظيف الفساد في التعليم حتى وصلنا إلى ما وصل إليه وأعتقد هنا صورة محقة وصورة معبرة عن أسميه مستقبل كيف ينظر هؤلاء الطالبات إلى مستقبلهم كيف يكون لهذه الطالبة التي تقف في آخر الصف في آخر السكشن أن تكتب أو تتحدث أو تريد أن تكون هذه الطالبة يعني يوم من الأيام تبدع في عملها وهي بهذه الطريقة أعتقد أنه طلبتنا أولى من يعني الآخر وحتى قانون جامعة جابر اللي قرروا الحكومة بيردونك وحدلوا فيه والله ما نقدر نطبق القانون يلا روح المسلسل مستمر بعدم تنفيذ المشاريع الحكومية نشوف الكاركتر الآخر هذا الكاركتر أخ محمد ربيع دائم عياد الكويت نعم نتمنى ذلك طيب واضح يعني هذا الكاركتير نشوف اللي بعده من القبس هناك كاركتير القبس المال العام واحد قاعد يسرق المال العام والمسكين قدامي يا حرامي الفقير الضعيف والمسكينة وهذا اللي أصحاب الكروش يعني كرش قدام وكرش وراء ايه هم اللي سارقين المال العام ولا لا حسيب عليهم ولا رقيب وسرقة المال العام أشكال متعددة والفساد أشكال متعددة ومن ضمن أشكال المتعددة أن يحرم المواطن وتعطل مشاريع الحكومة اللي تتعلق في بناء الجامعات واللي تتعلق في بناء المستشفيات واللي تتعلق في يعني الأماكن الترفيهية تعطل كل هذه لأجل مصلحة التاجر الفاسد الذي هو يريد فقط أن يكون لديه جامعة خاصة يستنزف فيها مال الكويتين ويكون لديه مستشفى خاص ويكون لديه يعني مرافق خاصة للترفيه يعني يستنزف فيها أموال المواطنين والوافدين ولا يريد أي تنافس أو من الحكومة
الحكومة فقط، الحكومة تسهل كل الأمور، تعطيه الأراضي المجانية وتعطيه الدعم المخفض على جميع مواد البناء وغيره وغيره، وهو يبني وهو يأخذ الأموال الطائلة وتستمر هذه يعني أوجه الفساد المستمرة وأشكالها متعددة في الدولة إلى هذا اليوم. للأسف الحكومة ولا الدولة قادرة أنها فعلا تتحرك في موضوع تنفيذ مشاريع التنموية بسبب هذا التداخل وهذا الفساد وهذا الشراسة للأسف من بعض المتنفذين ومن بعض الجشعين اللي لا يرون يعني لا يرون إلا فقط مصلحتهم الضيقة الآنية الأنانية دون حساب للمواطن وللوطن، وبالتالي تعطلت مشاريع الدولة بسببهم وبسبب ربعهم بسبب شلتهم بسبب حزبهم بسبب تيارهم الموجود اللي قاعد ينفذ أجندته في الحكومة وغير الحكومة لأجل تستمر أموالهم تزداد يوما بعد يوم. ونحن ذكرنا جميع الأزمات الموجودة وجميع المشاكل الموجودة، قلت لكم وراها سبب تجاري وراها سبب وصراع تجاري بالدرجة الأولى، ومن ثم بعدها سياسي رياضي غيره اجتماعي، لكن ثقوا تماما بأن سبب الصراع الرئيسي والأساسي الموجود في الكويت سببه بالدرجة الأولى هو تجاري، تجاري وصراع تجاري، وبالتالي جميع مشاكلنا سببها تجارية، تنطلق من الصراع التجاري، ومن ثم نشوف له أوجه متعددة من الفساد اللي يتعلق في الصراع السياسي والفساد السياسي والصراع الاجتماعي والفساد الاجتماعي والفساد الرياضي والصراع الرياضي، وهلما جرى في هذا الجانب. هذه هي الحقيقة، ولو رجعنا جميع مصايبنا لوجدنا بأن وراها وخلفها هو جشع تاجر متنفذ أو جشع شخص فاسد يريد الاستحواذ وتطوير وتكبير مملكته المالية دون رادع ودون حساب لهذا الوطن. أخ محمد العدمي، يعني وصلنا لختام الحلقة، هذه عندك كلمة أخيرة؟ والله أعتقد يعني لو تحدثنا عن هذا الموضوع يمكن سيذكر سنراها صور يعني تعددها الأشكال، والفساد واحد، وعندما يكون الإصلاح من الداخل من نفس الإنسان نفسه أعتقد صحيح. هو الذي سنراه في يعني وجوده، وأعتقد بأن هنالك شيء لابد أن يتغير حتى لا يكون هنالك أسوأ مما نراه في هذا الوقت وفي هذه السنوات، ونتمنى لجيلنا المستقبل أن يكون على يده التغيير. شكرا جزيلا لك أخ محمد. العفو محمد. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، أملا أن تكونوا قد استمتعتوا معنا، نراكم إن شاء الله بالغد بإذن الله تعالى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.